نعود إلى مصادرنا اللي تأتينا اليوم من الكهرباء، وهي تدخل ضمن الشبكة كما نعم. تعلمي الشبكة يسمى الوطنية. نعم. إذن من أين تأتينا الكهرباء والإنتاج من النينوى؟ احنا سادة عندنا خطوط ربط مع بغداد اللي هي خطوط كركوك ديالة خطين، وعندنا أيضا محطة القيارة الغازية والمنصور الغازية كل من والسد. يعني القيارة الغازية حاليا 480، المنصور 125، السد حاليا 22 ميجا فقط أو صفر يعني يعتبر. يجينا من خورمالة بحدود 300 ميجا واط، يعني صعودا نزولا حسب توفر الوقود. وعن شبكة الوطنية يجينا بحدود 100. احنا حاليا يعني الحصة بحدود 1000-1050 ميجا واط تقريبا معدل.